الرئيس السيسي يتابع جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات ويوجه بتعزيز دور الجمعيات الأهلية. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. في معركة ماريوبول كييف تؤكد أن المدينة لم تسقط وموسكو تدعو القوات الأوكرانية للاستسلام. 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعية. وخلال اجتماع آخر لمتابعة البرنامج القومي للرائدات المجتمعيات والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وجه الرئيس السيسي بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وآليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات نظرا لمردودها وأهميتها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة البرنامج القومي للرائدات المجتمعيات والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وقد تم استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في إطار عمل الوزارات والجهات المعنية، وذلك في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات الدينية والمحلية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وآليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات نظراً لمردودها وأهميتها، وكذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة كافة المشكلات المجتمعية الشائعة التي يكتشفنها خلال عملهن على أرض الواقع، لبلورة أفضل السبل لتدخل الدولة لتقديم الحلول المناسبة لها مع تدقيق قواعد البيانات في هذا الصدد، وكذلك تقديم الدعم الأكاديمي لهذه الجهود من خلال الجامعات المتواجدة في النطاق الجغرافي لعمل مجموعات الرائدات، وذلك بالتنسيق والتناغم مع مبادرات الدولة في هذا الإطار مثل تنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة. كما تم عرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، فضلاً عن النطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية والفئات المستهدفة، وذلك سعياً نحو الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية، حيث يرتكز المشروع على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي لا سيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والأثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلاً عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتدقيق كافة تفاصيل مشروع تنمية الأسرة المصرية قبل انطلاق المرحلة الأولى منه، إلى جانب رصد وتقييم نتائج المشروع بصفة دورية لتحقيق النتائج.
كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمين. وقد استعرضت السيدة نيفين القباج في هذا الإطار الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات والتوزيع الجغرافي لهم وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذي قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغرم، بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من جهود لتوفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وكذا صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهني والتقني والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض. وقد وجه السيد الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك. كما وجه السيد الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض جهود تطوير وتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر خلال العام الماضي، حيث استعرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد التطوير الذي طرأ على نسبة توزيع منظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية، والذي سجل زيادة ملحوظة لتلك المنظمات خاصة في محافظات الوجه القبلي والقناة، إلى جانب عرض مجالات العمل التنموي لتلك المنظمات في العديد من القطاعات. كما تم كذلك استعراض الخطط المستقبلية لعمل المجتمع المدني خاصة التحول الرقمي وتعزيز نظم إدارة المعلومات وإطلاق المؤشر الوطني للعمل الأهلي، وكذلك المنظومة الإلكترونية الموحدة لمنظمة المجتمع المدني في مصر، والتي ستؤدي إلى تعزيز فعالية إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية، فضلاً عن إنشاء أول أكاديمية للعمل الأهلي في مصر لتطوير قدرات الجمعيات الأهلية، وكذلك تأسيس صندوق دعم الجمعيات الأهلية كهيئة وطنية مستقلة لتنظيم التمويل الموجه لها، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز مصادر وموارد تمويل هذا الصندوق وضمان استدامتها نظراً لأهميته في دعم عمل المجتمع المدني. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. في مستهل الاجتماع أشار مدبولي إلى أنه يأتي بهدف متابعة الإجراءات التنفيذية لبرنامج تنمية صعيد مصر خلال الفترة الماضية، وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للبرنامج في محافظتي سوهاج وقنا، حيث تم الإشارة إلى أن إجمالي المشروعات الجارية والمنتهية في مراكز محافظتي سوهاج وقنا بلغ 4119 مشروعا، تم الانتهاء من 3589 مشروعا منها. وخلال اجتماع آخر لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، أكد مدبولي أهمية الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن هناك توجيها رئاسيا بسرعة العمل على تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر وتشغيل هذه المشروعات. وأضاف مدبولي أن الدولة تسارع الخطى في تبني الخطط والمقترحات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن هذه الجهود من شأنها تحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية
ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. نتابع. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 501 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 310 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 50 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 987 قطعة سلاح ناري، أبرزها 138 بندقية و88 بندقية آلية و39 مسدساً و722 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و108 خزينة، إضافة ل 1049 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 494,326 حكما قضائيا، من بينهم 2040 حكم جناية، 174,096 حكم حبس، 247,316 حكم غرامة، و70,874 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 33 متهماً قاموا بارتكاب 31 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 58 حادثاً ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 97 متهماً. كما تم إعادة 11 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1404 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 180.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يزيد على 259 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين قاربت 38.5 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 20.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 64,967 قرص مؤثر، و16,589 قرصة ترامادول مخدر، وعدد 12,356 قرصة كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 26 مليون جنيه. كما تم ضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 51 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 299 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 48
طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 26 طن سلع غذائية. في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 11.5 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم وسكر تموني، كما تم ضبط 358 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 62 قضية خبز ناقص الوزن و73 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة تأتي تلبية لدعوة من نظيره الإسباني، حيث من المنتظر عقد مباحثات بين الجانبين تتناول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه من المقرر أن يقوم ملك إسبانيا باستقبال شكري فضلا عن إجراء عدة لقاءات مع المسؤولين هناك. وأوضح متحدث الخارجية أن الزيارة تأتي في إطار التطور الذي تشهده العلاقات بين مصر وإسبانيا والعمل على زيادة التعاون الاقتصادي، كما سيتم التنسيق خلال الزيارة حول استضافة ورئاسة مصر لمؤتمر تغير المناخ كوب 27. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ليست على استعداد للتخلي عن أرض في الجزء الشرقي من البلاد لإنهاء الحرب مع روسيا. وأضاف زيلينسكي في حوار صحفي أن الجيش الأوكراني مستعد لمواجهة الجيش الروسي في منطقة دونباس، مشيرا إلى أن هذه المعركة قد تؤثر على المنطقة وعلى مسار الحرب بأكملها. قال رئيس الوزراء الأوكراني إن القوات المتبقية في مدينة ماريوبول لا تزال تقاتل وتواصل تحدي مطلب روسي بالاستسلام. وأكد رئيس الوزراء الأوكراني أن المدينة لم تسقط بعد، مشيرا إلى أن الجنود الأوكرانيين يواصلون السيطرة على بعض أجزائها. من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إنه لم يكن هناك أي اتصالات دبلوماسية في الآونة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا على مستوى وزارتي الخارجية، واصفا الوضع في مدينة ماريوبول بأنه فظيع وأنه قد يكون خطا أحمر في مسار المفاوضات. في المقابل طلبت روسيا من القوات الأوكرانية المتحصنة داخل عدد من المواقع في مدينة ماريوبول إلقاء السلاح والخروج من الميناء الاستراتيجي بجنوب شرق البلاد. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها طهرت المنطقة الحضرية في ماريوبول وبقيت وحدة صغيرة فقط من المقاتلين الأوكرانيين في مصانع الصلب العملاقة. في الوقت نفسه أفاد بيان للجيش الأوكراني باستمرار الضربات الجوية الروسية على ماريوبول بالتزامن مع عمليات هجومية بالقرب من الميناء. طالب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس بضمان الدخول بحرية إلى الأماكن المقدسة في القدس، معربا عن أمله في أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون وجميع سكان المدينة المقدسة جنبا إلى جنب. ودعا البابا فرانسيس خلال كلمة بمناسبة عيد الفصح إلى أن يحل السلام من أجل القدس ومحبيها من مسيحيين ويهود ومسلمين. كما دعا البابا من أجل السلام في الشرق الأوسط الذي مزقته سنوات من الانقسام والصراع. قال
قررت كوريا الجنوبية رفع قواعد التباعد الاجتماعي الخاصة بكورونا بعد عامين من مكافحة الفيروس اعتبارا من غد الاثنين. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن المطاعم والمقاهي والعديد من المؤسسات التجارية الأخرى سوف تتمكن من العمل بحرية دون قيود، إلا أن إلزامية ارتداء الكمامة تبقى القاعدة الوحيدة دون تغيير في الوقت الحالي. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي. كما أحال المجلس عدداً من مشروعات القوانين والقرارات المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أحال خلالها عددا من مشروعات القوانين والقرارات المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها. المجلس عقب استعراض آراء النواب وافق على مشروع قانون بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي في مجموعه ونهائيا. في ظل التوجه الجاد من القيادة السياسية نحو النهوض الشامل بكافة القطاعات، فقد أولت الحكومة المصرية اهتماماً متزايداً لتطوير قطاع الطيران المدني، وذلك بغية المساهمة بشكل مباشر وفعال في تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. توجه التحية للقيادة السياسية على اهتمامها بقطاع الطيران المدني، لأن هذا القطاع له دور كبير جداً وله دور في الأزمات اللي كانت بتواجهنا، وأن ده يمكن أحد أزرعة مصر في الخارج بأن يكون لنا المجال الجوي له دور كبير، والتبادل ويكون في تعظيم الدور الاقتصادي في دعم موارد الدولة في هذا الموضوع. سيادة الرئيس باسمي وباسم الهيئة البرلمانية حزب الوفد نوافق على مشروع محايس المبدأ. أتوجه بالشكر إلى اللجنة المختصة على التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون لتلافي شبهات عدم الدستورية والتداخل في الاختصاصات بين عمل المركز القومي لإدارة المجال الجوي وغيره من الجهات. كما وافق المجلس على تقرير إحدى اللجان المشتركة حول قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر. كما وافق المجلس أيضا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب. تهدف الاتفاقية إلى بدء تفعيل مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، وذلك في إطار جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الإفريقية وتأكيداً على الدور المصري المحوري في محيطها القاري. هذا ورفع المجلس الجلسة على أن يستكمل المناقشات في جلسة قادمة. المركز القومي لإدارة المجال الجوي هيبقى مركز هام جدا، والحقيقة يمكن الحكومة أعدت هذا المشروع. بنشكر الحكومة على إعدادها هذا المشروع، وده بيتعلق بهذا القطاع وقطاع هام وحيوي جدا، بيساهم في تحقيق مزيد من التطوير في هذا القطاع. ارتأت الحكومة سن هذا القانون، والقانون في مجمله نقدر نقول انه له شق اقتصادي وشق استراتيجي. الشق الاستراتيجي له علاقة يعني معني تماما بالأمن القومي للبلاد، والناحية الاقتصادية واضحة وسهلة لانه القانون بيهمه تيسير وتسيير الملاحة الجوية. ترأس البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس أحد السعف أو قداس أحد الشعانين
بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، جاء ذلك وسط حضور محدود في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بمشاركة عدد من الأساقفة وكهنة وآباء الكنيسة. يتضمن الاحتفال بأحد الشعانين تداول أغصان النخيل خارج الكنيسة التي شهد محيطها إجراءات أمنية مشددة وانتشارا لرجال الأمن في الشوارع المحيطة بها. نائبا عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، شهد محافظ القاهرة خالد عبد العال احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة، وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، وأكد عبد العال الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي يتميز بها الشعب المصري عن غيره من الشعوب، لافتا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين. هذا وقد شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر دكتور القس أندريا زكي في احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط وسط حضور شعبي من محافظة أسيوط. وفي كلمته خلال الاحتفال قال القس أندريا زكي إنه يصلي في هذه الأيام المباركة لأجل بلادنا الغالية مصر والمصريين وسلام العالم. والجمع أكثر فرش ركب على جحش ابن أتان ودخل إلى أورشليم بتواضع عظيم. أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة تطوير التجمعات الحضرية التي تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة. وأكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن المبادرة تضم نحو 75 تجمعا حضريا في نطاق محافظات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وعددها 20 محافظة يستفيد منها نحو 4 ملايين مواطن. أطلقت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط قافلة طبية شاملة بإحدى قرى مركز أبو تيج. تضم القافلة 10 تخصصات للباطنة والأطفال وغيرها من التخصصات الطبية، كما تقدم الكشف والعلاج المجانية للقرى البعيدة والمحرومة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القوافل طبعا الطبية تعتبر خدمة ممتازة للمريض المواطن المصري من أهالينا في الصعيد من المناطق المحرومة اللي بتبعد عن أقرب مستشفى مركزي أكثر من 15 كيلو. المريض بيلاقي الخدمة بتجيله لحد عنده، خدمة أخصائي، جميع التخصصات موجودة، جميع الخدمات متوفرة، العلاج موجود في الصيدلية مجانا تماما. في إقبال شديد من في اليومين اللي تعدى 1500 مواطن يوميا، يعني حوالي 3000 في اليومين. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تدشين صندوق الإسكان الاجتماعي صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي بهدف تقديم مساعدات للمواطنين في حجز وحدات سكنية. وحذر المركز الإعلامي للمواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات الوهمية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدشني تلك الصفحات. تواصل الحكومة جهودها في دعم القطاع التصديري تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، حيث تم صرف 33 مليار جنيه مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، واستفادت من ذلك أكثر من 2500 شركة منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن. وسيتم صرف الدفعة الأخيرة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري في 28 من أبريل الجاري، وتهدف الدولة لتحفيز المصدرين لتعظيم أنشطتهم بما يسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار.
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن القرارات الصادرة بإيقاف أو شطب الشركات المصدرة للسوق المصري لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة. وأضافت الوزارة أن القرارات تأتي تنفيذا للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، موضحة أن الشركات التي تم إيقافها أو شطبها لم تستوفي المستندات المطلوبة وبعضها بدأ بالإنتاج من داخل السوق المصري. وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن الإجراءات تبدأ بتوجيه إنذار لمدة أسبوعين ثم الإيقاف لمدة عام يعقبه الشطب لعدم الجدية، مشيرة إلى حذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولا بأول من قوائم الإيقاف، حيث قامت 122 شركة بتوفيق أوضاعها منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير الرعاية المتكاملة لهم وتحقيق مطالبهم في المجالات كافة وتوفير أوجه الرعاية لهم. وأضاف المحافظ خلال حفل إفطار جماعي أن ذوي الهمم هم الذين يحققون البطولات المختلفة، معربا عن سعادته بوجوده معهم ومتمنيا لهم المزيد من البطولات والمناسبات السعيدة. أنا بشكركم كلكم وسعيد بوجودي معاكم، وإن شاء الله إن شاء الله نتجمع دايما كلنا على خير. وأنا بقول إن إحنا كل اللي موجودين معايا ذوي الهمم والقدرات الخاصة هم اللي بيعملوا الكيانات الرئيسية في مصر. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الاثنين حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. نهاية نشرة التاسعة، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يتابع جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات ويوجه بتعزيز دور الجمعيات الأهلية. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. في معركة ماريوبول، كييف تؤكد أن المدينة لم تسقط وموسكو تدعو القوات الأوكرانية للاستسلام.
انتهت نشرة التاسعة، ولكن فقرات وموضوعات التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم والإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء الخير يوسف. كل التوفيق إن شاء الله. كل سنة وانت طيب. كل سنة طيبين. رمضان كريم. الله أكبر. رمضان كريم قوي. الله أكبر. الله أكبر. إن شاء الله. ما أنا ما يعني. خلاص. كل التوفيق. حلقة موفقة إن شاء الله يوسف. يعني. ما اتكلمش عن طاجن لسان عصفور باللحمه ومحشي بصل وحاجات ومحمر ومش انا نفسي اعرف قلت لها بلاش والله ليه دايما تعملوا الاكل ده وانا مش موجود، ونفسي اعرف برضو ليه يصادف وجود انت تحديدا في كل مره يجيبوا فيها اكل يا يوسف. مرزق هتعمل الحمد لله، ربنا يزود عندك ان شاء الله. المره الجايه نكون مع بعض ونتلم كده على فطار قبل نهايه رمضان باذن الله. تشكرين يا لام، الواجب وصل. كل سنه وانتم طيبين. طيب من التوفيق. باب الهزار ليس الا طبعا. الف هنا عليكم، وكاني كلت بالظبط مع اني ما كلتش. طيب. بس انا المره الجايه كل شاء الله. شكرا ليكم، واستاذنكم نبدا فقراتنا.